أعود إلى قرار وزارة التعليم في السعودية بدء الاختبارات النهائية للجامعات في وقتها المقرر في 3 من شهر رمضان المقبل. لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معي من الرياض الآن نائب وزير التعليم السعودي للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي. دكتور حاتم أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة من العربية. أولا أبرز القرارات التي اتخذت خلال هذه الدائرة التلفزيونية التي أقيمت اليوم، لنبدأ أولا بكيفية إجراء الامتحانات عن بعد وكيف يمكن ضبط هذه المسألة. أولا أهلا وسهلا بك أخي الكريم ومشاهدي ومشاهدات العربية. قبل أن أبدأ في تفصيلات الاختبارات أود أن أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية والتي تثبت المملكة دائما أن المواطن هو رقم واحد في أولوية اهتمامات الدولة. فيما يتعلق بالاختبارات والتقييمات، منذ بداية تعليق الدراسة والعملية الإلكترونية والوزارة حملت شعار التعليم مستمر. نعم. التعليم الإلكتروني مستمر. نأتي إلى تفصيلات الاختبارات بتوجيه من معالي الوزير واهتمام الدكتور حمد آل الشيخ بالتعليم عن بعد. شكل لجنة لوضع تفصيلات التقييم والاختبارات للطلاب. درسنا الممارسات الفضلة حول العالم، شكلت لجنة من مدراء الجامعات الحكومية والأهلية ووضعنا الدليل الاسترشادي للتقييم والاختبارات. ثم عقدت عدة اجتماعات لوضع التفصيلات. شوف باختصار الممارسات الفضلة حول العالم، إما أن تتجه إلى إثبات تقدير بالدرجات أو أسلوب راسب ناجح، لكن عندما بحثنا هذا الموضوع وجدنا أن كل طريقة من هذه الطرق قد تؤدي إلى ضرر للطالب، ومصلحة الطالب كانت هي الأولوية بالنسبة لنا، فأوجدنا نظام خاص يجمع بين الاتجاهين. كيف؟ تقام الامتحانات وفق التقويم الدراسي المعتمد في 3 رمضان ثم بعد ظهور النتائج، فإذا كانت نتيجة الطالب تؤدي إلى رفع معدلها التراكمي تثبت الدرجة ويكون نظام التقديرات، لكن إن تأثر معدل التراكمي للطالب سلباً فيثبت له ناجح بدون تقدير، فبالتالي لا يتأثر معدل الطالب. طبعا وضعنا وزن نسبي للاختبار النهائي 20% والفصل 80%، وتبدأ الامتحانات في 3 رمضان. بالنسبة لطلاب الانتساب للجامعات الحق أن يقدموها إلى أسبوع أو أسبوعين. ووضعنا مجموعة من التحوطات في النظام الذي أوصت به الوزارة. نعم. وهو أولا أنه يحق للطالب أن يحذف مقرر، أن ينسحب من فصل دراسي، أن يحذف عدد من المقررات، أن يطلب أن توضع له درجة غير مكتمل. هذه مجموعة من التحوطات التي تؤدي إلى مصلحة الطالب. طيب دكتور حاتم، بس ماذا عن الضوابط؟ يعني أول سؤال يتبادر إلى الذهن، من سيراقب كيفية إجراء هذه الانتخابات منعا لأي عملية من عمليات الغش؟ نعم، في الدليل الاسترشادي هناك عدة نماذج للاختبارات، من ضمنها ما تفضلت فيه، كيف تتم المراقبة، كيف تتم الامتحانات. أولا ثقتنا بالطالب السعودي عالية جدا، هو ما دخل الجامعة إلا حتى يتعلم، هذا أولا. ثانيا هناك عدة وسائل، نحن الآن ترى بالمناسبة أجرينا ما يقارب 500,000 عملية تقييم للطلاب. العملية نعم، هناك أنظمة البلاك بورد، هناك أنظمة الأوبن بوك، هناك أنظمة أبحاث، هناك أنظمة تقييم مستمر، في عدة أنظمة وضعت جميعها في الدليل الاسترشادي. ربما الوقت لا يسعف أن أفصل فيها، ولكن ترى الآن العملية التعليمية الآن يوجد 1,200,000 مستخدم، طالب نشط وعضو هيئة التدريس، 107,000 ساعة تدريبية، عدد المقررات 250,000. دكتور حاتم معلي اسمح لي بهالسؤال، هل سيكون هنالك تساهل في الأسئلة نظرا لدقة المرحلة نتيجة فيروس كورونا؟ وهل أكمل جميع الطلاب المناهج الدراسية الجامعية بشكل كامل؟ ويعني على هذا الأساس تجرى الامتحانات والاختبارات في موعدها؟ نعم، جميع الجامعات التزمت بالمفردات للمقررات وهي في طريقها أن تكتمل. طبعا تبدأ الاختبارات في 3 رمضان، ولكن العملية مستمرة منذ إيقاف الدراسة في 14 رجب، والعملية التعليمية مستمرة. والجامعات أيضا بالمناسبة يعني هي جامعات تعليمية بحثية اجتماعية، الواجب الاجتماعي للجامعات مثلا على ذلك إسهام الجامعات في هذه
الجائحة في المستشفيات الجامعية. هناك حوالي وفرت الجامعات المستشفيات الجامعية حوالي 1000 سرير. الممارسين الصحيين حوالي 16700 ممارس صحي أو أجمالي. نعم. الطلاب الذين يمكن حوالي 124,000. كذلك جهزت الإسكانات، إسكانات الطلاب تم تجهيزها بالكامل، ووفرت الجامعات حوالي 3687 غرفة في 54 مبنى. ممتاز. هذا هو إسهام القطاع التعليم. نعم. طيب دكتور، فقط لأنه دهمنا الوقت، بالنسبة إلى التعليم عن بعد، أنا أسألك بشكل شخصي، هل أثبت التعليم عن بعد نجاعته في السعودية خصوصا للمرحلة الجامعية أم لا؟ لديك بعض الملاحظات؟ والله بإمكانك يعني أن تجري استفتاء في هذا الموضوع، ولكن أنا من موقعي ومن موقع أولا مسؤول في التعليم ومن موقع أب لطلاب في الجامعات، نعم أثبت نجاح كبير جدا. والعملية التعليمية عن بعد ليست وليدة الحاضر، هي عملية تراكمية جدا، وأثبتت الجامعات تفوق كبير ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم. والنجاح الذي تحقق يشهد له العالم. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر أولا لمعالي الوزير الدكتور حمد الحقيقة منذ بداية هذه الأزمة وهو يدير دفة هذا الموضوع. ممتاز. وأشكر زملائي مدراء الجامعات الحكومية والأهلية على ما يبذلوه من جهد في هذا المجال. جيد. من الرياض نائب وزير التعليم السعودي للجامعات والبحث والابتكارات دكتور حاتم المرزوقي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة.